السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود من واي بي تي في. فيديو اليوم بعنوان: لماذا تعاقد المان سيتي مع الحارس إيدرسون؟ نجح نادي مانشستر سيتي في التعاقد مع الحارس البرازيلي الموهوب إيدرسون مورايس من نادي بنفيكا ب40 مليون يورو لتأمين مركز حراس المرمى بحارس شاب مميز بعد المستوى السيء للتشيلي كلاودو برافو، وعدم نية الاعتماد على جو هارت ورحيل ويلي كابييرو. بدون شك بيب غوارديولا لا يريد تكرار سيناريو برافو من جديد، لذلك كان أمامه أكثر من خيار للتعاقد معه مثل بيكفورد وبوتلاند وأكثر من اسم آخر، لكنه أصر على إيدرسون. فما السبب؟ أهم شرط بالنسبة لبيب هو أنه حارس يستطيع أن يساعد في بناء وخلق الهجمة، فهو ممرر ذكي للكرة سواء من تمريرات قصيرة أو تمريرات بينية طويلة جدا، ولعل الهدف الذي صنعه مؤخرا في نهائي كأس البرتغال دليل كبير على أنه حارس بهذه الميزة التي يحتاجها بيب غوارديولا. فهو يمتلك رد فعل سريع جدا، لا يخشى التسديد من داخل أو خارج منطقة الجزاء، يستطيع التصدي بقدميه أيضا، مميز في التصدي في حالات الانفراد بسبب توقعه لتحرك المهاجم. حارس يقظ متأهب وما زال صغير في السن بعمر 23 عاما، قابل للتطور أكثر وأكثر، وأن يكون من الأفضل في مركزه خلال السنوات القادمة لو استمر بنفس المستوى التصاعدي. ولو سأقوم بتشبيهه بأي حارس مرمى فسأضعه في تشبيه مع الحارس الأسطوري مانويل نوير، في سرعة رد الفعل وتصدياته الممتازة والقدرة على التمرير وبدء الهجمة تحت الضغط. النقطة الوحيدة التي ستجعل إيدرسون فعلا حارسا مميزا ونتوقع له مستقبلا مبهرا هو قدرته على تحمل ضغط البريمير ليج وتنظيم خط دفاع مانشستر سيتي والتعاون معهم ككتلة واحدة متناغمة للحد من استقبال الأهداف والخسائر. كان معكم محمود من فريق عمل واي بي تي في، أشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.